فلسفه الحياه. فلسفه يعني انا بحس انه انا بالموقع اللي لازم اللي انا خلقت فيه والله حطني فيه لازم اعيش واخدم الناس واترك اثر ايجابي عندهم. جورج موسى بيشتغل بمؤسسة مياه لبنان الشمالي دائرة الأبيات، يعني التابعين للدائرة تبعنا لدائرة الأبيات بيطلعوا 90,000، وهلا اجى فوق منهم تقريبا سوريين تقريبا شي 75,000 نفس المنطقة. هلا اللي أنا بعرفه بمنطقتنا كل الشعب هو شعب أصلاً طيب ومسالم كتير، ووقت صاروا وقت اللي اجوا اللاجئين حسوا بألمهم وبوجعهم للسوريين اللي اجوا، لأنه فعلاً نحن لبنان عانى من هالشي. الحرب اللبنانية صار في نزوح داخلي، والحرب الإسرائيلية صار كمان في نزوح داخلي. هيدي سوريا. سوريا اوكي. حتى في بيوت دغري على الحدود، دغري على النهر اللي بيفصل بين البلدين. وقت اللي صار ضرب عنا وصار قصف وعنده أولاد صغار من الفزع صار شعره نهر، صار ضرب كتير، حملنا حالنا وجينا نحن والأولاد. هوني إذا صار لك شغل تشتغل، بس أجار ما بيعطوك، تروح بالطالبين بيقولوا لك ما في شيء، ما لك شيء. هذا قرار جائر، يعني اذا انت وقفتي على اي الدعم اللي عم تعطيني اياه، البطاقه اللي عم اكل منها مثلا من اشتري الخضريات او الخبزات من الدكان واخذتيها انت ومنعتيني اشتغل، شلون بدي اعيش؟ يعني حطيتيني بالسجن هيك، حطيت سكرت علي الباب وتركتيني. لا هلا نحن عم نأمن المي للسوريين، عم للاجئين، انه هن عم بياخذوا مي من نبع من عنا اللي هو ملك للمؤسسه، عم يعبوا بصهاريج وعم ياخذوا على بيوتهم على خزاناتهم وهيك. هلا طبعا هالصهاريج هيدي كمان في منها مدفوعه من الان جي او، مدعومه من الان جي او. هلا المشروع الجديد اللي معمول بوادي خالد هو راح يأمن مي بواسطة محطات ضخ وشبكة جديدة لكل بيوت السوريين واللبنانيين الموجودين، وكل واحد بيقدر يفتح الحنفية بيته وياخذ مي قد ما بده. وأنا كوني نائب رئيس النقابة بالشمال كتير ساعدنا بموضوع دعم إنه ينعمل مشاريع جديدة بالمنطقة لدعم الوجود السوري، وجود السوري بالمي وهيك، وهالشي كان كتير إيجابي من ناحية الموظفين، كتير تعاونوا وكتير إيجابيين. نحن بتورينو إيطاليا كنا بأحد المحلات وصارت معنا شغلة كتير مهضومة، إنه قالوا لنا بكون تساعدونا بحل المشكلة عنا إياها، وهي عنا اللجوء السوري هون بالمنطقة، كيف تعطونا خبرتكم لمعالجة هالمشكلة. فسألناهم قلنا لهم قد ايه عندكم كم لاجئ بهالمنطقة اللي عم تحكوا عنها؟ قالوا لنا عنا 11 لاجئ. بقى سألته لرئيس البلدية، كان معنا رئيس بلدية خالد، بلدية وادي خالد، قلت له عم يقولوا انه عنده مشكله، كيف ما حل لهم اياها وعنده 11 لاجئ؟ بقى قال لي قل لهم اقترح عليهم انه هلا بناخذهم معنا كلهم على لبنان.
نحن اللي بنتمنى انه نرجع بلدنا. هذا امر واقع هيك الواحد بدي الحياه بتجبرك بدي تكوني هيك. يعني بدي اتاقلم الواحد اجباري غصب عنه. انا بقول انه نحن ما جينا صدفه على الحياه، كل واحد له دوره وله موقعه بالحياه، عشان هيك لازم واحد يعرف شو قيمته ولازم يحافظ يكون هو بعين الناس محترم وتيكون يقدر يحترم الناس.